بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يأتي في نهاية برنامجنا بإذن الله لبرنامج اعرف وطنك. اليوم خصص للنشاط الرياضي وتأتي هذه وهذا التمرين الصباحي هو استكمالا لنشاطنا لبرنامج اعرف وطنك، وإن شاء الله أن الشباب راح يكونوا إن شاء الله عندنا في برامج ثانية وبرامج أخرى إن شاء الله، وراح تكون مثل هذه البرامج هي دعم للشباب ومن ناحية الرياضية. نحن حرصنا أن تكون هذه متنوعة، فيها الثقافة، فيها التراث، فيها الرياضة، فيها الثقافة والفكر، فإن شاء الله أنهم الشباب يستفيدون إن شاء الله بإذن الله من النشاط هذا، وإن شاء الله في البرامج الأخرى إن شاء الله نلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان نشاط رياضي، كان نشاط ممتع والحمد لله استانسنا اليوم، وجزاكم الله الف خير المنظمين، والله ما قصرتوا صراحة. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا المنظمين والحاضرين على هذا اليوم الجميل. طبعا اليوم كان عندنا دوري كرة قدم والحمد لله فزنا على الفريق الثاني ب 12-6، وجدا كان ممتع وجميل جدا، ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا ختام برنامج اعرف وطنك، الحمد لله رب العالمين. قضينا اوقات جميلة ما بين الثقافة والرياضة ويعني والسياحة، بصراحة الحمد لله رب العالمين. الشباب ما قصروا، المشاركين والمشرفين والكل الحمد لله أدى يعني وكفى ما قصر، وإن شاء الله اليوم نختم البرنامج والشباب الحين بس ننتظر حفل التكريم، ويعطيكم العافية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. اليوم تنتهي فعاليات اعرف وطنك، ونحب نشكر جمعية بيوت الشباب القطرية على هذه الفرصة الرائعة التي تعرفنا من خلالها على بعض الشباب وتعرفنا على معالم قطر والمناطق الأثرية فيها. واليوم تنتهي هذه الفعاليات والحمد لله استفدنا منها كثير، ونقدم الشكر لجمعية بيوت الشباب القطرية على هذا العمل. والله كان شعوري شعور جيد، والحمد لله اني دخلت الجمعية هذه ما كنت اعرفها من قبل، وان شاء الله نواصل فيها، استفدنا منها حاجات كثير واستانسنا، تعرفنا على اشياء كثيره